نجاح باهر مش نجاح طبيعي حبيبتي. صدقيني كان لازم يفتحوا صالة تاني ويعرضوه بصالتين، لأنه يعني بأكد لك أنه ولا حدا صار له اللي صار لي. بس كتير أنا انبسطت يا فرح، ما فيني خبرك قديش كانت عم برقص من جوا. بتعرفي إنه في ناس برا قد نص اللي جوا كانوا مسروا محل يفوتوا بالفيل الصالة مفاولة، واللي واقفين برا مش عم بفوتوهم لأنه ما بقى في محلات.